فهذا الأسلوب كان أفضل بكثير من الأسلوب اللي يستخدم في تلك المرحلة ضد الليبيين في الخارج، سميها كما تريد، لأنها لم تخدمنا وأساءت لنا كثير في تلك المرحلة. عبد السلام جلون، وهذا قد يكون واحد من الأخطاء اللي ارتكبناها. لدينا أخطاء ولدينا عيوب ولدينا، إحنا ما كنا ملائكة. موضوع تسوية المعارضين في الخارج طبعا هذا جزء كان من أخطاء ثورة الفاتح. إيه طبعا. هذا الخطأ هو اللي أدى إلى السيد عبد السلام جلود إلى تقديم استقالته حسب كلامه، إذا عندك اطلاع على هذا الموضوع. وذكر أن قدمت استقالتي من منصبي عام 81، وذلك رفضاً للممارسات القمعية التي كانت تقوم بها اللجان الثورية. عارضت بشدة الممارسات السلطوية والقمعية، كما عارضت بقوة مطاردة الليبيين في الخارج وطالبت بوقفها. قلت للأخ معمر، هذا ليس عملاً ثورياً، بل هو إجرام يقود به جنود مكلفون منك ومن جماعتك. No comment. لا، إحنا نبي كومنت. أخونا عبد السلام كان هو رئيس الحركة اللجان الثورية، و هو كان رئيس اللجان الثورية. إيه طبعا، هو اللي أسسها، هو اللي السؤال اللي بعد ما تبي تعلق الموضوع؟ لا ما طيب. إذا رجعت لك كلام ومقطع آخر من السيد محمد المقيرف على الموضوع، وذكر هني تحدث عن موضوع اللجان الثورية اللي كانت أو ممارسات اللجان الثورية، أن أبريل 77 إعدام 3 مواطنين معارضين وإبقاء جثثهم معلقة 6 ساعات، نوفمبر 80 الهجوم على مسجد القصر بمدينة طرابلس والاعتداء على إمامة الشيخ محمد البشتي وعدد من مريديه، 83 شنق 4 مدرسين فلسطينيين في ساحة المدارس، 84 إعدام طالبين في ساحة جامعة طرابلس إثر عملية معسكر باب العزيزية، ووضع جثث المعدمين في سيارة قوامة وعرضها في ميدان. ذكر مجموعة من الممارسات التي كانت تقوم في الممارسات. أي باب العزيزية؟ أنا نقلت المقطع كما هو. طبعا هو العملية سموها باب العزيزية، ما في حاجة اسمها باب العزيزية، ما حد يقترب، ما كان أحد يجرؤ أن يقترب من باب العزيزية، ولا كان ولا عمره حصل القصة هذه. هذه العملية تمت ترتيب لها من CIA مع السيد المقرف في الخارج السودان. هذا في أي سنة؟ في الثمانينات، منتصف الثمانينات، في عهد نميري بكل أحوال.